اي اكيد بالتاكيد السيد السوداني يحمل في جعبته، يعني مثلا الاسماء اللي حضرتك تكلمت عليها مثل فالح الفياض، قيس القزعلي، اكرم الكعبي، هذه هي على وجه الطاري اسماء للعلم بس كده تقابل، يعني هاي الاسماء تداولت في الاعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي. هاي الاسماء يحملها ممكن السيد السوداني، يعني هسه تاكيد ماكو، بس مثلا تهريب النفط حضرتك تطرقت إلى تهريب النفط، احنا كل حكومه تجينا من حكومات، طبعا هي الحكومات اللي اجت من بعد مجلس الحكم الى عدنا هذا يومنا، هي كلها حكومات الاطار، يعني بغير تسميات، يعني يوم الاطار، يوم التحالف الشيعي، يوم يعني هذه حضرتك وكل العراقيين عرفوا. اي مقابل شنو رفع هذه الاسماء؟ هسه عرفنا موضوع التهريب. اي يعني 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 حسب رؤيتنا للموضوع ما نعتقد ان اخي الولايات المتحده الامريكيه استاذ عدي دوله عظمى، يعني انت مو جايب لك 4-5 كانوا عايشين في طهران او في قم تجي تتفاصل بهم الولايات المتحده عندها هذه دوله عظمى، هذه جابت هذه الاساطيل واحتلت العراق. ولو خلينا نكون نتكاشف ونكشف الامور يعني مثل ما هي اخي سعد عدي، لو ما امريكا تسقط نظام الحكم في سنه 2003 هم نفس هاي الاسماء اللي هسه تتداول، يعني هي تيجي تحكم العراق. هناك خطوط حمراء للولايات المتحدة الأمريكية أخي السابق داي منها مثلا يعني الفصائل الولائية اللي هم تسيطر على كل منابع الدولة، على كل مفاصل الدولة، على كل أجهزة أمن الدولة. فهذه الولايات المتحدة الأمريكية والسفيرة الأمريكية أمطت قبل تشكيل حكومة الإطار والسيد السوداني أكو خطوط ما يصير يتجاوزوها. والسيد السوداني طبعا هذا السيد السوداني هو يعني مرغم على هذا الشيء، تجاوز طيب. هذه